أيها الأخوة أيها الأعزاء، ما زالت الأشواط متواصلة وما زالت الانطلاقات متوالية وما زالت متتالية، وانطلق قبل قليل الشوط الثاني عشر في فترتنا وفي مسيرتنا الصباحية لهذا اليوم، وانطلقت هذه الشعارات وانطلقت هذه الأسماء. أتمنى التوفيق لكل الأخوة الأعزاء المشاركين في هذا الشوط مع بداية هذا الموسم والمقدمة مباشرة مع الحاكم لسلطان بن عبد الله بن غنيم الدوسري، يسيطر شعار الدوسري على مقدمة الشوط مع الحاكم، ولكن ننتقل نقلة أخرى إلى المركز الثاني لنرى غزيلان لطالب بن ناصر بن مجدور أو المجدور يسيطر على المركز الثاني، وننتقل نقلة أخرى مع مخرجنا ومصورنا أحمد خزاعلة إلى المركز الثالث لنرى في هذه اللحظات مكلف المبارك بن محمد بن قطامي، وتشاهدون الكوكبة الثلاثية على مقدمة الشوط، وننتقل أيضا إلى تدخل من شعار فيصل بن طالب بن شريم على ظهر مهيض، على ظهر مهيض يضع الشعار وأول كيلو متر مقطوع، ويا هل القعدان خلاكم مهيض في مكان كلكم ما ترغبونه، يحتل مهيض المركز الرابع وينتقل انتقالة ممتازة إلى المركز الثالث الرابع في هذه اللحظات غزيلان لطالب بن ناصر المجدور، والمركز الخامس أيها الأخوة أيها الأعزاء في هذه اللحظات من أقصى اليمين، من أقصى اليمين نحاول نتعرف على رقمه اللي في خامس المراكز، وانتقل إلى المركز الرابع الذيب لأحمد بن سلمان المنصوري، بينما المركز الخامس أيها الأخوة أيها الأعزاء خياط لوادي بن مسرهد الشمري. أتمنى أن يكون هذا الاسم صحيح، 1500 متر ومهيض بعدما سمع بيت القصيد انتقل أيها الأخوة أيها الأعزاء إلى مقدمة الشوط، 1400 متر عن خط النهاية تفصل مهيض الذي متحمل أصعب مهمات هذا اليوم، متحمل مهيض أصعب مهمات هذا اليوم وهي قيادة الشوط وهي قيادة المركز الأول. مهيض تعود ملكيته لفيصل بن طالب بن شريم، و1200 متر تفصل مهيض عن خط النهاية، بينما النقلة على المركز الثاني نرى في هذه اللحظات الحاكم لسلطان بن عبد الله بن غنيم الدوسري، ولكن أرى الدخول الخطير، أرى الدخول الخطير أيها الأخوة من لشعار علي بن سالم بن سيد الدعية مع بديع الذي انتقل مع الكيلو متر الأخير إلى ثاني المراكز ويريد النقطة الثانية بعد تحقيق الباسل لناموس شوط من أشواط هذه الفترة الصباحية. المركز الثالث الحاكم لسلطان بن عبد الله بن غنيم الدوسري، الرابع أيها الأخوة أيها الأعزاء بديع أو منيع المبارك بن محمد بن صرير المري الذي انتقل شعار بن صرير، وكذلك يريد النقطة الثانية بعد تحقيق فراع للشوط الماضي. الخامس أيها الأخوة أيها الأعزاء هذا هو معراض لمحمد بن برقان بن مقارح، ونعود إلى مهيض مع 600 متر الأخيرة. الله يا سلام، انطلق أيها الأخوة أيها الأعزاء مهيض إلى ناموس الشوط، وبدأت في هذه اللحظات التحركات، بدأت التحركات، وبديع لعلي بن سالم بن سنيد الدعية أعلن التهديد ورفع راية التهديد، ولكن مهيض أيها الأخوة أيها الأعزاء يقود المسيرة، وكذلك الذيب لأحمد بن سلمان المنصوري يأتينا في المركز الثالث، ونعود إلى مهيض. يا سلام يا مهيض، يا سلام يا شعار مضمر القرن، ال 200 متر الاخيره دائما وابدا متميز، شعار فيصل بن طالب بن شريم. الله يا سلام، ال 100 متر الاخيره يا سلام يا مهيض، تهانينا والف مبروك، خط النهايه يرحب بقدوم مهيض ايها الاخوه ايها الاعزاء، تهانينا لفيصل بن طالب بن شريم. المركز الثاني بديع لعلي بن سالم بن سنيد الدعيه، المركز الثالث الذيب
الذيب لأحمد بن سلمان المنصوري المركز الرابع. عطني رقم المركز الرابع. المركز الرابع الحاكم لسلطان بن عبد الله بن غنيم الدوسري. المركز الخامس رقم المركز الخامس. المركز الخامس الكاسبي لسعود بن عبد الله النعيمي. هذه النتيجة أيها الأخوة الكرام للخمس المتقدمة الأولى، وتشاهدون في هذه اللحظات لحظات وصول مهيض إلى خط النهاية في توقيت زمني 4 دقائق 55 ثانية، 3 أجزاء من الثانية. تهانينا لفيصل بن طالب بن شريم على فوز مهيض بهذا الشوط، وتشاهدون لحظات التقاط مخرجنا المتألق مع مصورنا الذين التقطوا مهيض عندما كان يوجه من خلال فيصل بن طالب بن شريم، بينما المركز الثاني هذه لحظات وصول بديع إلى خط النهاية قاطعا مسافة 3 كيلومترات في توقيت زمني ممتاز 4 دقائق 57 ثانية، 9 أجزاء من الثانية. تهانينا للمرة الثانية على في تهانينا والف مبروك لعلي بن سالم بن سنيد الدعية، وكان شعار بن سنيد متألق في هذا الصباح. المركز الثالث هذه لحظات وصول الذيب إلى خط النهاية قاطعا مسافة 3 كيلومترات في 4 دقائق 59 ثانية، جزء 1 من الثانية. تهانينا لمالك الذيب أحمد بن سلمان المنصوري. أيها الأخوة أيها الأعزاء، شاهدنا وإياكم الإثارة في الشوط الماضي، ولكن مهيض هو من استطاع أن يحسم مجريات الشوط الماضي. تهانينا مرة أخرى لفيصل بن طالب.